افتتحت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة مهرجان شواطئ البحرين على شاطئ بلاج الجزائر. نعم، هذه الفعالية هي الأولى من نوعها التي تنظمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض ضمن جهودها لإثراء فصل الصيف في مملكة البحرين بعدد من الأنشطة والفعاليات الجاذبة للسياح والزوار، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين. وشهدت انطلاقة المهرجان عروضا فنية مختلفة، كما ستشهد أيام عيد الأضحى عروضا ترفيهية ورياضات مائية ومنحوتات على الرمال وغيرها. وتقام هذه الفعالية يوميا من الساعة 3 عصرا وحتى 9 مساء. هذا وينطلق هذا المهرجان من شاطئ بلاج الجزائر ليشمل شواطئ أخرى مميزة مثل شاطئ مراسي وشاطئ ووتر جاردن سيتي، ويستمر حتى 27 أغسطس القادم. ويتضمن برنامجا حافلا بالفعاليات من بينها عروضا موسيقية حية وأنشطة ترفيهية وأخرى ذات صلة بالأطفال والعديد من الأنشطة والرياضات المائية لجميع محبي البحر في فصل الصيف. اليوم احنا متواجدين في مهرجان الشواطئ في بلاج الجزائر تحديدا، وهذا المهرجان تم الاعلان عنه مسبقا ضمن خطه الفعاليات اللي راح تطلقها هيئه البحرين للسياحه والمعارض. طبعا هذا المهرجان ايضا ياتي ضمن الخطه السياحيه الاستراتيجيه للهيئه وضمن مظله خطه التعافي الاقتصادي. فمن المحاور الاساسيه او الركائز الاستراتيجيه الاساسيه اللي ركزت عليها هيئة البحرين للسياحة والمعارض عندما طرحت الاستراتيجية، إن شلون إحنا ممكن نضع البحرين على خارطة السياحة البحرية والمائية. اليوم إحنا موجودين في بلاج الجزائر، مهرجان الشواطئ ليس فقط في هذا المكان تحديدا، لكن أيضا في شواطئ مختلفة في مملكة البحرين منها ووتر جاردن سيتي وأيضا مراسي. هذا المهرجان راح يضم الكثير من الفعاليات، منها الفعاليات الترفيهية، العروض الغنائية والموسيقية، عندنا أيضا الرياضة البحرية والرياضة المائية اللي هو جزء أساسي من إطلاق هذه المهرجان، وأيضا التعامل مع القطاع الخاص للترويج لمملكة البحرين سياحيا.